وبعد ما شوشو خلصت الفقرة اللطيفة الظريفة مع المتسابقة الظريفة اللطيفة اللي كانت معاها، رجعنا لكم تاني ومع المنافسنا رقم 2 حسنة. اتفضلي. انا حاسه ان انا متوتره شويه بس كل حاجه هتبقى زي الفل. ده احب شوشو تطلع لي، لو ما كانتش هدي كنت احب شوشو تطلع. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ اول ما طلع لك اسمي بقى انبسطتي ولا زعلتي؟ انبسطت جدا. انبسطتي ليه؟ جدا. الوحيده اللي طلع اسمي عشان انا قلت لك انا بحبك قوي وانت اليجنت جدا ونفسنتك بحسها كلاسي. واحنا مش كده يعني يا حبيبتي ولا ايه؟ انا عامله ايه؟ ها؟ جرى ايه؟ لا لا يا بدريه انا مش قدك يا حسنة. شكرا يا حسنة. يزعلوا منك. لا خلاص بصي بقول لك ايه؟ خلاص اتعرف اتنين على واحد. ربنا يخلي زعيد بزعيد. لا يا حبيبتي قعدة كافيه وخلصوه. ما تقصدش مع ان ننزل لكم الشيش؟ لا ما تقصدش عايزاها كانت تنبؤ. اجي الاصل يا شوشو، اجي الاصل يا شوشو، اجي الاصل يا شوشو. طيب قولي لي بقى احساسك ايه بعد ما اتفاجئتي زي ما اتفاجئنا كلنا ان الجنيه الورق رجع تاني؟ لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه بس احب شيخة. اقول له ليه كان فارق معاكي قوي كده الجنيه اتفضل؟ بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. حمائي ده؟ حمائي ده حمائي غير اللي انا اعرفه خالص. بس احب اقول له كده احنا اشتقنا لك يا جنيه مصر. اشتقنا له. بس تفتكري يعني هيفرق قوي في الاسعار يعني الجنيه الجبس لما رجع تاني يعني؟ يعني بعد دلوقتي اقل عمله تديها للراجل 5 جنيه دلوقتي ممكن تدي جنيه على اساس ان هو ورق وكده. لا صوتك رجع وطي تاني. علي تاني اهو. انت زرار فين؟ مش عارف معاش ريموت. معاش ريموت عشان لا دي بيملوها بالزمبلك ويسيبوها طول النهار تطلع. يا بدريه كده يا بدريه يعني صوتك عالي اهو يا اختي. لا بدريه اساليني اكتر اغنيه بتحبيها قوي بس بتكسفي تغنيها قدام الناس. I'm a single lady. معروفة. ما بسمعش أجنبي. تسمعي عربي لا بس؟ لا للغريب بقى إن أنا فعلا ما بسمعش أجنبي. أنا بحب أسمع عربي بس. طب قولي أغنية ونغنيها مع بعض. حتى ابني بيزعل مني جدا لأن ابني بقى أجنبي قوي بقى وحاجات فظيعة وأنا أقول له لا حمائي عم دياب. يبقى الأغنية التانية بقى اللي أنت بتحبيها العربي. اغنيه بس مفيش اغنيه بتكسف اغنيها. لا في الاغنيه اللي ما بترضيش تغنيها عشان بتبين حقيقتي. انا ابقى مرات مصطفى هو ما جاش هنا ده اختفى. ايه الاغنيه دي؟ انا كده ايه اللي وايه اللي دخلها في مصطفى هي؟ ده هو جوزها بس هي مخبيه. هي متجوزه مصطفى عرفي. حاسبي بقى يا بدريه. مش فاهمه يعني ايه علاقه مزه ومصطفى حاجات كده. هي متجوزه مصطفى عرفي. ما تغني لاحمد لخليل لابراهيم. لا بجد لا ما عنديش اغنيه بتكسف اغنيها لان يعني هتكسف ليه يعني اغنيه قبيحه مثلا يعني مش فاهمه. ما عندكش اغنيه خالص؟ في لا عندي اغاني كتير بحب اغنيها. طب غني لنا اغنيه بتحبيها. لا صوتي وحش ومش ممكن اغني ابدا. يعني باس؟ ما تحاوليش. ممكن ارقص لكن اغني لو انت في لجنه حكام والطلب منك تقيمي شوشو وبدارة. يا السؤال ده اتسلقت قيميهم بس مش اقول رايي فيهم؟ تقيميهم يعني انت لجنه حكم وهم متسابقين هما الاثنين وبتقيمي شوشو وبتقيمي بدريه. مين احسن يعني؟ لا قيميهم بس جاست قولي رايك. يعني الوضع بتاع التقييم رايك فيهم كلجنه حكم. لا بصي مبدئيا والله عايز البطل البوست بتاع الشفايف ده بصي ده شيماء نوم بوست شيماء دي حاجة صوتي مالكيش دعوة بيها خليكي معايا انا هايف. بصي لا شيماء متعددة الأشكال والألوان. أما بدرية ناري ناري بدرية واقفة اشتغلت أول ما رحت لها. أيوة مش رمضان جه وحاوي. أيوة بصي يعني أنا شاهدة دلوقتي أقدر أختار ما بين السكس أبيل كله بتاع شيماء. سكس اخسعي شوفي شوفي كده من عندي. ما قلتش أنا محترمة ولا الأداء أنا محترمة حبيبتي. العبقري بتاع بدرية خليني اللي جنبي. انا ما قلت ادب ادب على فكره الكلمه دي مش قلت ادب. لا ايه دي بتعبر عن المود. عن بقى انتوا عارفين عن ايه انا ماليش دعوه.
مشيون بطال. ده عايزه تشرح، ده لسه تقول لي دول مش كويسين، ما تمشيش معايا. لا بصي بقى، هما الاثنين حلوين وهما الاثنين طعمين، وانا بحبهم كده على بعضهم وبموت فيهم هما على بعض، واحنا كمان ما اقدرش اقيمهم. بس لو تبطلي قله الادب. طب قولي، لو انت لازم تختاري واحده مننا احنا الثلاثه تمشي، لو انت قعدتي لازم واحده من الثلاثه. لا كله اختار بداره، فانا هختار خربت ام بدريه، كله مختار بدريه تمشي. لسه ما اختارتنيش. هختار شوشو. ايوه ماشي شوشو بقى، شيل المعلومه. انا نفسي ما سمعتش. لا اسمعي بقى، هختارك انت. بدريه مش هتقعد من غيري. مين قال لك؟ طب يا حبيبي مش هتيجي معايا بدريه؟ في المحتايه بايته. والله 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 جيت علشان. طيب ماشي، يبقى تمشي معايا. بس كده حضرنا هدومنا ليه؟ يلا بينا نقعد سوا، نمشي سوا، نقعد انا وانت. نسيب البرنامج للاختين بقى يقعدوا في الطابور مع بعض. الميني متشرش كان. كان بيقول لنا يعني تقعدي، بس للاسف مش هتقعدي. والجمهور يطقش ويقلي ويغني. ايه؟ لا ولا حاجه، ده البتنجان. يا حاسه اتفضلي في الصالون بره مع اصدقائك. عارفه اللي هو رجع لنا تاني. شكرا يا حبيبي. في الاول كنت خايفه شويه، بس بعدين بداوا يرخموا عليا، وبعدين بقيت تمام يعني، كله زي الفل. مشاهدينا خلصنا مع المنافسين رقم 2، وهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مع انتي بدريه والمنافسين رقم 3. استنونا.